والحديث عن التوتر المتصاعد في بحر الصين الجنوبي في ظل مناورات بوسم الرسائل المتبادلة بين الصين وأمريكا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بيروت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. مرحبا بك معنا دكتور وليد. أهلا أهلا بكم أهلا بكم دكتور. الأزمة تتصاعد بين الصين وأمريكا، عدة حوادث، اعتراضات سفن، طائرات، ما إلى ذلك فوق بحر الصين الجنوبي. كيف تجد هذا التصعيد في ظل الاتهامات المتبادلة؟ يا سيدي، الصراع الصيني الأمريكي يعني هو الحقيقة الصراع، يعني كما يعبر عنه بعض المحللين، هو صراع الحقيقة، صراع وجودي، يعني هو صراع على زعامة العالم. ونحن نمر بمرحلة الحقيقة تحولية انتقالية على هذا المستوى، وصعود الصين الاقتصادي، يعني هذا الصعود يعني يحفز القوة الأمريكية على يعني التصدي له يعني بكل الطرق الممكنة الحقيقة. والخلاف مع الصين الحقيقة هو ليس على ملف أو اثنين أو ثلاثة، الخلاف مع الصين الحقيقة هو أيضا يعني خلاف طبعا اقتصادي، هو تكنولوجي، هو تجاري، ولكن هو ايضا خلاف ثقافي. يعني 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 اجتمعت مجموعه من العناصر الحقيقه في هذا الملف لتشكل يعني هيك صاعق يعني كل عوامل الموضوعيه متوفره لكي ينفجر، الا يعني اذا تحلينا بالرشد والرويه والسياسه السويه. نعم نعم، ولكن هناك تعمد امريكي اجراء مناوره تلو الاخرى مع جيران الصين على الحدود البحريه، استفزاز متكرر، زيارات دبلوماسيه او سياسيه. هل من المتوقع ان تتطور هذه الامور إلى نوع من الندية أو إلى نوع من الصدام في وقت ما؟ احتمال الصدام دائما وارد، ولكن في ظل المعطيات الموضوعية نحن نرى بأن لا أحد من الطرفين له مصلحة بهذا الصدام، ولكن أمريكا لها مصلحة بتحقيق نوع من توازن القوى مع الصين في جنوب شرق آسيا، والصين لها مصلحة أيضا بتحقيق يعني بحماية حضورها ونفوذها في جنوب شرق آسيا. إذا هذا الصراع على النفوذ الحقيقة يعني هو صراع يعني يسبو إلى تحقيق نوع من التوازن، أي التوازن الخلاق وليس الفوضى الخلاقة. نعم. طيب كيف تتوقع أن تتعامل الصين مع هذا الملف؟ يعني بمعنى أنه هناك مجموعة من الاستفزازات المتكررة كما قلنا، هناك زيارة لرئيسة تايوان يعني قد استفزت الصين التي تتمسك بمبدأ صين واحدة. ما الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها الصين في ضوء هذا التصعيد؟ طبعا طبعا طبعا، يعني إشكالية بحر الصين الجنوبي الحقيقة وحساسيته الاستراتيجية حتمت مش اليوم، منذ زمن بعيد على الصين باعتماد استراتيجية بديلة. هذه الاستراتيجية البديلة يعبر عنها بفكرة الحزام والطريق. نعم. يعني مشروع الحزام والطريق، يعني طريق الحرير الجديد، هو يعني يصبو إلى تحقيق جملة من الأهداف. أبرز هذه الأهداف هي الحقيقة يعني درء الأخطار وتجنب الأخطار التي يمثلها بحر الصين الجنوبي على هذا المستوى، يعني على المستوى استراتيجي لجهة الصراع المحتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما. وهذه استراتيجية الحقيقة، هذه استراتيجية التي يعني تزحف برا لتصل طبعا الى بحر العرب على ميناء جوادر على الشواطئ الباكستانيه، طبعا يعطي الشرق الاوسط اهميه خاصه استراتيجيه، وايضا يمكن الصين الحقيقه من
من يعني إيجاد بديل عن هذه نقطة الضعف، يعني كعب أخيل الذي يمثله بحر الصين الجنوبي. وما التقارب السعودي الحقيقة الصيني والتحول السياسي والاستراتيجي الذي يشهده الشرق الأوسط سوى يعني إحدى تجليات هذه الاستراتيجية الصينية؟ طيب دكتور، البعض يشبه ما يجري اليوم على مقربة من الصين بما جرى قبل فترة ليست ببعيدة مع روسيا. الغرب جاء إلى على أبواب روسيا والأمريكان كذلك، وأرادوا أن يعني يستقروا هناك بمعنى أو بآخر، فقامت الحرب. إلى أي مدى تجد بأن هناك تشابها في هذا السيناريو أيضا مع الصين؟ يعني ما حاجة الأمريكان للوجود في تايوان والتهديد بهذه الطريقة للصين؟ الحقيقة يعني المقارنة، طبعا نحن ننظر إلى العلاقات الدولية من منظور يعني النسق السيستم، يعني هذا السيستم مرتبط ببعضه البعض، طبعا متصل ببعضه ويؤثر ببعضه. ولكن الحقيقة هون نحن يعني نعلم بأنه مثلا الموقف الأوروبي من الصين، اللي هو الحقيقة موقف مهادن لكي لا نقول يعني أكثر من ذلك، يعني هو يحول يعني يشكل كابح أمام أي مواجهة محتملة بين واشنطن وبكين. وهذا يختلف جدا عن الملف طبعا الروسي الأوكراني، حيث اليوم الرأي العام الأوروبي والنخب الأوروبية طبعا ترى في روسيا طبعا خطرا داهما طبعا على أمن الحقيقة القومي بكل معنى الكلمة. إذن أوجه الشبه هنا الحقيقة مختلفة. ضف إلى ذلك أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الغرب بشقه الأمريكي والأوروبي يعني هو أضعاف مضاعفة عن يعني حجما ونوعا وكما قياسا بعلاقات الصين بالاتحاد الروسي. ولذلك يعني احتمالات المواجهة من المنظور الاقتصادي الحقيقة يعني هي ضعيفة جدا. هلا طبعا الصين تعتمد هنا دائما، الصين الحقيقة تعتمد القوة الناعمة الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية. وهذا يختلف، الاستراتيجية الصينية هنا تختلف عن الاستراتيجية الروسية التي تستعمل القوة العسكرية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية. نعم. إذن نحن هنا أمام ثقافتين عسكريتين وثقافتين سياسيتين مختلفتين الحقيقة. نعم. وكلا الثقافتين يعني يختلفان مع طبعا نعم. مسلمات. وصلت الفكرة دكتور وليد. نعم. شكرا لك دكتور وليد الأيوبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.